بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ لا انا اهلاوي بشجع الاهلي. لا الزمالك اكتر. لا بشجع الزمالك. الاهلي. بشجع الاهلي. لا الاهلي. بعد ماتش الكاس شايف مين هيحسم الدوري؟ وان شاء الله طبعا الاهلي يعني. لا الزمالك. لسه برضو بدري يعني الزمالك، ولا نقدر نقول الزمالك ولا الاهلي، لسه فاضل 9 متوشه للزمالك وفاضل 11 ماتش للاهلي، يعني لسه الدوري فيه برضو، لسه فيه متوشه حلوه. الزمالك ان شاء الله. الزمالك يعني. الاهلي ان شاء الله. الاهلي برضو. شايف ازاي دور مدرب الاهلي الجديد؟ لا صراحة مش عاجبني خالص، انا متضايق ان المدرب الاولاني بتاع الاهلي مشي. هو لسه ما تأقلمش برضو قوي مع اللعيبة. هو دور مدرب الاهلي لسه لحد الان ما نحكمش عليه، يعني هيبان مثلا بعد اقل من 10 ماتشات يعني. لسه هنشوفه، ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، هو لسه ما عملش بصمة ولا نقدر نحكم عليه. اللعيبة بس تشد حيلها بس شوية. هو صراحة قدم شوط اول وحش خالص، يعني لسه برضو تحس ان هو مش فاهم اللعيبة، بس لسه ما نحكمش عليه من اول ماتشين ثلاثه، لسه نديله فرصه صبر. لسه ما يعرفش اللعيب، لسه ياخد له وقت، ممكن ياخد الدوري بفرق نقطه ولا بماتش فاصل. انا شايف اللعيب مش مدرب، انا شايف اللعيب بس في اللعيبه بعد تغيير المدرب، ده اللي بيحصل، ده طبيعي. انا كنت بتمنى استمرار صام قمصان في الفتره الحاليه لحد نهايه الموسم. المدرب الاجنبي ما بيجي في يعني في اخر اسابيع الدوري ما بيبقاش حافظ اللعيبه كويس، فكان استمرار المدرب المصري احسن يعني. والله هو انا شايف ان هو غلط من مجلس الاداره، عشان هو غير موسيماني وجاب مدرب في نص الموسم.